الطفل الصغير، هذا هنا مرقدهم، أن يدفنوا في مقبرة جماعية، الأم في الوسط والأولاد الصغار والكبار في على يمينها وعلى شمالها. هذا مرقد الذي لم نتخيله في تاريخنا أبدا أن يحصل في هذه البلاد. حضر في محي الدين سامع بالمدرسة وتفاجأت أن استشهد الإمام. أما من بقي من أطفال الغوطة فقد حملوا في ذاكرتهم ما يكفي من مشاهد الرعب عن مفترس يخنق رفاقهم ولا يستطيع رؤيته في ليل كان لظلامه أن يغمر ضمير الإنسانية كلها ويترك أطفال الغوطة وحدهم. وصلنا نحط من هدول الكمامات لأن صرنا نختنق. صار نفسنا يضيق كتير ونحس شيء عم يخنقنا وعيوننا صاروا يتنفخوا ويحمروا. وكمان الشيخ رشاد هو نايم ما حاسب، مات هو ومرته واولاده 5 كلها ماتت. هي احذيه العالم اللي حملناها كلها ميته، مكسر الباب كله مثل ما هو، العالم ميته قلبي على قفاها. هذا الباب كله ميت، جيران هون العالم كله ميت. في زملكا المدينة المنكوبة ترى بيوتا هجرتها عائلات كاملة، منهم إلى نزوح قريب في لبنان وغيرها، ومنهم من اختار هجرته الأبدية مغادرا غوطة دمشق وياسمينها نحو ياسمين آخر أرقى وأعلى، تاركين للعالم أن يسجل نقطة في تاريخ دمشق تعرف دمشق أنه لم يمر مثلها. شبكة شام، الغوطة الشرقية.